سويني و18 عبد الرحمن القحتاني. هذه هي اختيارات فريق المدرب عمار سويع. وهجوم تسديد على طول الصوره. خالد سويني هدف للانتباه، كره مرتده. اوه رغم من التمهيد على طول، والله رائع. والعرضيه ممتازه، والعرضيه مباشره. اوه خطيره جدا، كره غداره قاتله. الكره العالميه محمد الدعايه بأرقام خرافية، ليست لها ثقل السنين على الحزم. كذلك الكرة مرتدة هذه لمحمد الشلوم. محمد الشلوم وكورة، وشوف خطير الدفاع، وكورة وكورة وجول جول. فريق الانتباه الذي استفاد من